بات ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى ومن سرى على نهجه واقتفى. أما بعد، معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء والزميلات من الإعلاميين والإعلاميات، المعلمين والمعلمات، رسل المعرفة وصناع أجيال المستقبل، ممن يتابعوننا خلف الشاشات عبر قناة الإخبارية وقناة عين، أهلا وسهلا بكم. ونحن نواكب قرارا تاريخيا في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية والحراك التطويري لمهنة التعليم عبر هذا المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض أهم ملامح ومرتكزات لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب شاغليها والأسس التطويرية التي بنيت عليها وصولا لانعكاسها على تطوير مهنة التعليم وإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، كون المعلم من أهم ركائزها، وأصبح هناك تمهين لمهنة التعليم عبر رخصة يحملها أسوة بالوظائف الأخرى كالطبيب والطيار، وبما يضمن الارتقاء بكفاءة الأداء، وهو بالتأكيد ما يبعث الطمأنينة لكل أب وأم بأن كفاءة المعلمين والمعلمات عنصر أساسي في إحداث الفرق في العملية التعليمية. أيها الحضور، الانطلاق سيكون عبر عرض تعريفي عن أبرز ملامح وإضاءات لائحة الوظائف التعليمية يقدمها الأستاذ محمد الدخيني المشرف العام على الاتصال والإعلام بوزارة التعليم، وكذلك الدكتور محمد المقبل المشرف العام على المركز الوطني لتطوير المهن التعليمي بوزارة التعليم. مرحبا بكم أصحاب المعالي، مرحبا بالأخوة والأخوات الحضور، ورحب بالمشاهدين خلف الشاشات لنتابع هذا الحدث المهم وهذه الأمسية التي نتحدث فيها حول موضوع استراتيجي نطور فيه ونمهن من العملية التعليمية من خلال معلميها الذين هم أساس هذه العملية التعليمية. اليوم نلتقي لنتحدث حول هذه اللائحة وننطلق ابتداء من خلال سلم الوظائف التعليمية الذي اعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 601 بتاريخ 22 شوال 1440
للهجرة، وكذلك لائحة الوظائف التعليمية التي صدرت بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 2481 بتاريخ 9 شوال من عام 1440 للهجرة. هذه اللائحة والموافقة عليها تجعلنا اليوم أمام تاريخ مهم جدا. نحن نقف الآن على أعتاب 95 عام منذ أن بدأت العملية التعليمية في المملكة تأخذ إطارها النظامي. عام 1344 للهجرة أنشئت المديرية العامة للمعارف. هذه المديرية أنشئت في هذا التاريخ قبل أن يظهر توحيد المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة في ذلك الوقت واهتمام الملك عبد العزيز رحمه الله بأن يمهن وأن يمهد لهذه الدولة أيضا أشخاصا قادرين على قيادتها من منطلقات معرفية مفاهيمية قادرة على بناء الإنسان قبل أن تبني المكان. وبذلك أنشئت مديرية المعارف في عام 1344، وأصبح التعليم يأخذ إطارا تنظيميا استراتيجيا بدأ من ذلك الحين. في عام 1373 أنشئت وزارة المعارف التي أصبحت تهتم بالعملية التعليمية وفي المقام الأول المعلم أيضا. في عام 1401، وهذا هو التاريخ المهم الذي يربطنا مع هذه السلسلة من الإجراءات التي طورت العملية التعليمية وخاصة المعلم من خلال لائحة الوظائف التعليمية التي أنشئت في عام 1400 في عام 1401 على مستويات، يعين المعلمين في تلك المرحلة على المستويات من الأول وحتى المستوى السادس. هذه اللائحة مضى عليها 39 عام. اليوم نحن نعلن هذه اللائحة الجديدة بعد 39 عاما. في عام 1429 أقر في وزارة التعليم منظومة عمل كانت تسعى إلى تطوير وتمهين هذه العملية التعليمية من خلال المعلم. أقرت وثيقة المسارات المهنية وتم البدء في تنفيذها في عام 29. عام 32 صدرت مسودة أولى داخل وزارة التعليم. هذه المسودة كانت لائحة للوظائف التعليمية درستها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة داخل الوزارة. في عام 33 أقرت مسودة داخل وزارة التعليم أيضا. طوال هذه الفترة كان العمل على وجود لائحة جديدة تسهم في تعزيز دور المعلمين والمعلمات في وزارة التعليم. في عام 1437 صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا من 3 وزارات للنظر في هذا المشروع ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية من أكثر من زاوية. وفي عام 38 صدر أيضا أمر سام كريم بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء من الوزارات وتضاف إليهم هيئة تقويم التعليم لمراجعة هذه اللائحة التي بدأت منذ عام 29. منذ عام 1401 وحتى هذا التاريخ عام 1440 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وبالتالي الموافقة أيضا على اللائحة من خلال قرار وزارة الوزير الخدمة المدنية. هذا التطور للائحة والعمل أظهر لنا لائحة موجود فيها مجموعة من الإضاءات المهمة، ومن أبرزها أن اللائحة اشتملت على مساعد معلم لمعلم التربية الخاصة، تعزيز الإيجابية في التعليم والرفع من نواتج التعلم، رتب للمعلمين في هذه اللائحة الجديدة، مكافآت إضافية للمشرفين التربويين وقادة المدارس. اللائحة أيضا تشتمل على التكامل أو تؤكد التكامل بين برنامج إعداد المعلمين الأكاديمي والمهني. هذه اللائحة الجديدة أيضا تتوافر على تحسين مكافأة نهاية الخدمة. اللائحة الجديدة يوجد فيها تخفيض نصاب الحصص حسب الرتبة الوظيفية للمعلم. هذه اللائحة أيضا من أبرز ما جاء فيها المحافظة على حقوق المعلم ومراعاة الفروق الفردية بين المعلمين والمعلمات. الاتجاه بالتدريس، وهذه نقطة مهمة وذكرها الأستاذ خالد العقيلي في البداية، الاتجاه بالتدريس إلى أن يكون مهلة، فعلا مهنة مثله مثل أي مهنة أخرى، تحتاج إلى وجود رخصة، ومن ثم التأكيد على أهمية المهارات التي يجب أن يكتسبها المعلم والمعلمة للارتقاء بالعملية التعليمية. إذن الاتجاه بالتدريس كمهنة فعلية ذات واجبات ومسؤوليات محددة. نقطة مهمة أيضا في هذه اللائحة وترتكز عليها وهي رخصة المعلم، إضافة إلى المعايير والمسارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.
خلال 39 عام من 1401 وحتى عام 1440 ما الذي تغير ما بين اللائحة السابقة واللائحة الجديدة؟ التدرج الوظيفي في اللائحة السابقة مستوى واحد للجميع، الآن نحن نتحدث عن 4 رتب وظيفية يستطيع المعلم أن يترقى من رتبة إلى رتبة. النصاب التعليمي، الحد الأعلى في الرتبة أو في اللائحة السابقة كان 24 حصة، نحن الآن نتحدث عن نصاب يقل كلما تقدمت رتبة المعلم لمهام فعلا سيقوم بها المعلم في تلك المرحلة. المكافآت المقطوعة، اللائحة السابقة لم تكن فيها أي مكافآت مقطوعة لشاغلي الوظائف التعليمية، نحن الآن نتحدث عن مكافآت مقطوعة سيحصل عليها مدير المدرسة نظرا لأهمية أو قائد المدرسة نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به، وكذلك وكيل المدرسة وأيضا المشرف التربوي. نحن نتحدث عن رواتب ذات علاوات سنوية ثابتة في اللائحة السابقة، الآن راتب متغير بحسب المرتبة، أيضا علاوة متغيرة. في العلاوة السنوية كانت مستقرة في العوام الماضية لكل مستوى العلاوة ثابتة حتى يتقاعد، نحن الآن نتحدث عن سقف علاوة مختلف. مكافأة نهاية الخدمة أيضا طالها التحسين في اللائحة الجديدة التي اعتمدت مؤخرا. مهنة التعليم وفق اللائحة الجديدة ستكون على 3 رتب رئيسية: ممارس ومتقدم وخبير. هناك معايير أساسية إذا توفرت سيتم تسكين المعلم مباشرة أو تعيينه للمعلم الجديد على معلم ممارس. الانتقال والترقي من رتبة إلى رتبة سيكون خلال 4 إلى 6 سنوات يقضيها المعلم في كل رتبة. نحن نتحدث عن المعلم الجديد الذي سيدخل مباشرة إلى رتبة ممارس، يجب أن يستقر في الرتبة من 6 إلى 4 سنوات بحسب مؤهله العلمي. المعلمين الذين سيتم تسكينهم حسب اللائحة في اللائحة الجديدة وينتقلون من القديمة إلى الجديدة لها إجراءات مختلفة. هناك من الضروري أن يحصل على رخصة معلم ممارس، ساعات تطوير مهني، وتقويم أداء وظيفي. ينتقل من ممارس إلى معلم متقدم أيضا من خلال الحصول على رخصة معلم متقدم وساعات تطوير مهني وتقويم أداء وظيفي، وللتجديد أيضا لرخصته في كل مرحلة يحصل أيضا على هذه الرخصة من هيئة تقويم التعليم. في الانتقال من متقدم إلى خبير هي ذات الاشتراطات السابقة ويضاف عليها الممارسات الإبداعية. النصاب التعليمي وهو أحد أهم الملامح في هذه اللائحة الجديدة، المعلم الممارس يكون نصابه التعليمي 24 حصة صفية، بالنسبة للمعلم المتقدم سيكون نصابه 22 حصة صفية فقط، المعلم الخبير سيكون نصابه 22 حصة صفية، بينما في 18 أعتذر الحد الأعلى طبعا لهذه الأنصبة هو الحد الأعلى الذي ذكر 24 22 18، بينما النصاب التعليمي لمعلمي التربية الخاصة سيكون المعلم الممارس في حده الأعلى 18 حصة صفية، والمتقدم 16 حصة صفية، والخبير 14 حصة صفية، وكما ذكر معالي الوزير هي الحد الأعلى. البدلات والمكافآت التي نصت عليها هذه اللائحة الجديدة: مكافأة قائد المدرسة ستكون 800 ريال شهريا، مكافأة وكيل المدرسة 500 ريال شهريا، المشرف التربوي سيحصل على 500 ريال شهريا في المكافأة من ضمن المكافآت والبدلات التي قدمت في اللائحة الجديدة. سلم الرواتب الجديد: في الحد الأعلى في الحد الأدنى للممارس سيكون 7570، بينما يصل الحد الأعلى إلى 16390 ريال. المعلم المتقدم 9950 ريال، بينما سيحصل في الحد الأعلى إلى 19450 ريال. بالنسبة لمعلم خبير سيكون دخوله ب 12650 ريال، بينما سيكون الحد الأعلى 23170 ريال. هذا فيما يخص الرواتب وفق السلم الذي اعتمد مؤخرا، ونقارن بين السلم الحالي الذي عليه المعلمين والسلم الجديد. بداية السلم غير التربوي 7570، وفي الجديد 7570. السلم التربوي 8060 ريال، بينما في الجديد 8070 ريال. نهاية السلم، وهنا يظهر
إلى حد كبير الفرق. نهاية السلم ستكون أو كانت في الحالي 21,230 ريال، السلم الجديد سيصل في نهايته إلى 23,170 ريال. العلاوة السنوية كما هو ظاهر هناك فرق في العلاوة ما بين اللائحة السابقة والجديدة. مكافأة نهاية الخدمة، هذا الجدول الذي تشاهدونه الآن يختصر هذه المسافة ويوضح مكافآت نهاية الخدمة كيف كان أو كيف تم تحسينها وفق ما يحقق المصلحة للمعلم والمعلمة ويزيد من تحفيزه، وسيكون ظاهرا أمامكم بإذن الله تعالى. أعطي الحديث الآن للدكتور محمد المقبل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني. أسعد الله مساكم بكل خير. حقيقة جاءت هذه اللائحة والسلم التعليمي للوظائف التعليمية لدعم تطوير جميع مكونات العملية التعليمية، وفي نفس الوقت لتعزيز كفاءة رأس المال البشري تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وفي نفس الوقت لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية. طبعا هذه اللائحة لها مكونات مترابطة بعضها البعض لدعم هذه الفلسفة. واحد من المكونات المهمة جدا أن يكون عندنا رؤية واضحة لعمليات التطوير المهني للقيادات التعليمية والمدرسية وأيضا للمعلمين، بحيث يكون هناك مسارات، هذه المسارات تدعم هذه التوجهات. توزيع الأدوار وتنظيم الأدوار وأيضا والوظائف المساندة للعملية التعليمية بتتضح في هذه اللائحة. يعني في الشرائح السابقة لاحظنا أن الأنصبة المعلمين راح تختلف، هذه الأنصبة باختلافها راح يكون في أدوار جديدة ومتجددة للمعلمين، خاصة المعلم الخبير والمعلم المتقدم لدعم والمعلم الممارس لدعم المعلم الجديد، وتبادل الأدوار بشكل واضح جدا. طبعا راح ترتبط هذه المهنة، وجزء كبير حقيقة من هذه الفلسفة هو تمهين التعليم مثل ما ذكر الزملاء، وهذا التمهين يجب أن يكون على وفق معايير وأسس واضحة جدا، ويكون هناك أيضا يدعمها تقويم موضوعي. الترقي هذا اللي يصير في المسارات راح يدعم عملية تحفيز، هذا التحفيز مثل ما ذكرنا الحوافز المادية، تقليل الأنصبة، كل هذه تساعد المعلمين على بذل جهد أكبر في تقديم أدوار متجددة، وأيضا في نفس الوقت يسعى لعمليات التطوير المهني التعليمي والأكاديمي. طبعا مثل ما ذكرنا عمليات التقويم يجب أنها تختلف، بالتالي يجب أن يكون في عندنا منظومة لعمليات التقويم. عمليات التقويم هذه راح تدعم بشكل آخر عملية التطوير المهني. فإذا كان عندنا عمليات تقويم صادقة توضح أن الأدوار اللي يحتاج المعلمين أو القيادات التعليمية تطوير أدوارهم من خلال برامج تعزز وتساعدهم في تقديم أدوار جديدة، تعزيز دور المدرسة يعني لتكون مجتمع مهني تعليمي، وبالتالي الأدوار لن تكون هي عملية تطوير من خارج المدرسة، بالعكس سوف تكون هنا يعزز هذه الفلسفة أن تكون المدرسة نفسها عملية أو بيت خبرة ومجتمع تعلمي، وأيضا ينتج عمليات تطويرية هذه تتوافق مع احتياج المدرسة نفسها ولا يكون تطويري فقط هو تطوير خارجي. نقطة مهمة جدا حقيقة أن يكون هنا في رسائل تطمينية للمجتمع والأسرة والأولياء الأمور بأن أبنائهم والمنتج التعليمي راح يكون إن شاء الله تحت عناية منظومة متكاملة، تقويم أدوار المعلمين، تطويرهم، بالتالي تضمن إن شاء الله بشكل كبير جدا أن المخرج التعليمي سواء من أبنائنا وبناتنا إن شاء الله يكونوا قادرين على أنهم تحقق فيهم الميزة النسبية والتنافسية. طبعا كل هذا يدعمه برامج تطويرية مهمة للمعلمين والقيادات التعليمية. لو لاحظنا في الشريحة اللي أمامنا الآن خلال المستهدفات في عام 2018 كانت الساعات التطويرية القائدة للمدرسة 14 ساعة تطويرية، الحمد لله هذا العام قدرنا نرفع هذا المؤشر إلى 18 ساعة تطويرية وأكثر. كذلك المعلم المستهدف كان عندنا 13 ساعة تطويرية. إقبال المعلمين لعمليات التطوير المهني حتى قبل هذه اللائحة والسلم هي حقيقة إيجابية جدا، ولاحظنا العام الماضي هذا العام تحقق
إلى أكثر حوالي تقريبا 15 ساعة تطويرية. المؤمل خلال السنوات القادمة إن شاء الله زيادة هذه الساعات بشكل أكبر، وإن شاء الله بتكون القواعد التفسيرية توضح أيضا هذه الجوانب. الوزارة شرعت بمشروع نوعي حقيقة، اللي هو مشروع تطوير النوعي للمعلمين خبرات، وهو بالشراكة مع يعني جامعات عالمية، وأيضا من خلال المعايشة في مدارس في دول متقدمة. ثلاث سنوات الماضية ابتعثنا تقريبا حوالي 2550 معلم. راح نستمر إن شاء الله الوزارة في تقديم مثل هذه البرامج، وإن شاء الله سوف يضاعف الرقم خلال الثلاث سنوات القادمة إلى 5000 معلم ومعلمة يشاركون في مثل هذه البرامج النوعية. التطوير الأكاديمي، الوزارة إن شاء الله راح تستمر في إفاد وابتعاث المعلمين وتطويرهم أكاديميا، وإن شاء الله تضاعف الأرقام إن شاء الله خلال السنوات القادمة لتطوير المعلمين أكاديميا ومهنيا. ماذا بعد 180 يوم من إعلان هذه اللائحة؟ راح يكون إن شاء الله في قواعد تنفيذية وتفسيرية لهذه اللائحة تساعد توضيحات أكبر للمعلمين والكادر التعليمي. طبعا راح يكون في منظومة تقويم أداء لأداء المعلمين والقيادات التعليمية، وراح يكون عندنا مسارات تطوير مهني واضحة، وأيضا راح يكون في لائحة الرخص المهنية. يتوج هذا العمل من خلال أتمتة لهذا الموضوع، بحيث يكون لكل معلم ملف إنجاز تجمع فيه هذه النقاط وتساعد إن شاء الله على الترقي والتطوير إن شاء الله. تقريبا هذا هو نهاية العرض. اسمحوا لي أصحاب المعالي، يعني باسم الزملاء والزميلات المعلمين، نوجه رسالة شكر لقيادتنا في هذا البلد الكريم على هذا ثقتهم في المعلم والمعلمة، وإن شاء الله هذه اللائحة تكون بادرة خير، ليكون إن شاء الله مخرجنا التعليمي في المملكة هو مخرج قادر أن يحقق رؤية المملكة ويكون منافس عالميا استجابة إن شاء الله لهذه الرؤية المباركة. وأشكركم على حسن استماعكم. شكرا لكم. الآن الكلمة لمعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالحضور السادة والسيدات وأصحاب المعالي، وأشكر الجميع على الحضور والمشاركة معنا. بداية ذي بدء أود أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهم الله على الدعم اللامحدود الذي أحظى به وزارة الخدمة المدنية وكافة الأجهزة الحكومية وقطاعاتها بقطاعاتها المختلفة على العمل على تحديث الكثير من الأنظمة واللوائح القائمة. كما يعلم الكثيرون، منذ إطلاق برنامج التحول الوطني وأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني كان هو رفع كفاءة عالية أداء الأجهزة الحكومية وما يلحق بها من مشاريع أخرى، تبنت وزارة الخدمة المدنية المشروع تحديث كافة اللوائح ابتداء من مراجعة نظام الخدمة المدنية الذي تم تعديل 12 مادة من نظام الخدمة المدنية في شهر رمضان من عام 1439، ثم النظر في العديد من اللوائح التنفيذية ذات الاهتمام الخاص. تم صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في 29 محرم 1440 اللي هو رقم 75 بتشكيل لجنة تعنى بالبت في اللوائح التنفيذية. هذه اللجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية
وبمشاركة وزارة المالية وهيئة الخبراء والجهات ذات الاختصاص فيما يخص اللوائح الخاصة بها، على سبيل المثال نسبة للائحة الوظائف، لائحة الوظائف التعليمية، كان العمل مع وزارة التعليم والآن نعمل مع وزارة الصحة على تحديث لائحة الوظائف الصحية، وكذلك بالنسبة للوائح الأخرى سواء الدبلوماسية أو غيرها. تم اعتماد لائحة الموارد البشرية في تاريخ 9 من شهر رجب من هذا العام، وكانت هي أول لائحة تطلق كنتيجة لهذا التوجه وعمل هذه اللجنة. وكما ذكر الزملاء العمل كان حقيقة يعني جاري على تحديث لائحة وسلم الوظائف التعليمية، ولا يعني أخفيكم حقيقة بأنه الموضوع أخذ زخما أوكي منذ الربع الأول من عام 1439، كان هنالك دور حقيقة كبير لوزارة التعليم ممثلة بمعالي وزير التعليم وكافة الزملاء العاملين في الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب وكافة الجهات ذات الاختصاص في الوصول إلى هذا المنتج. اللائحة وكما أعلن عنها سوف تكون نافذة بعد 180 يوم من تاريخ إقرارها، ولذلك هنالك مساحة من الوقت للعمل على يعني استكمال كثير من الإجراءات، وكما ذكر الدكتور محمد قبل قليل لائحة تنفيذية لتنظيم العمل على هذه اللائحة. خلوه المرة ثانية. لا شك أنه نتاج هذا العمل الذي أعلن عنه اليوم ونتيجة عمل تكاملي وبناء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وأعتقد أنه نلمس حقيقة من خلال هذا الحراك الذي تشهده كافة قطاعات وأجهزة الدولة اليوم، طريقة العمل اختلفت وهنالك نوع من العمل التشاركي الكبير للوصول إلى منتج يكون ذو يعني ذو جودة عالية. نحن نعمل الآن في وزارة الخدمة المدنية على العديد من اللوائح التي سوف تصدر تباعا كما ذكرت في لقاءات سابقة. نحن استكملنا جزء كبير من العمل على لائحة الوظائف الصحية، وعملنا كذلك على لائحة الوظائف الهندسية، ونعمل على لائحة الوظائف الدبلوماسية، وكذلك هنالك عمل دؤوب وكبير على لائحة الحقوق والمزايا المالية. هذه اللوائح سوف تأخذ وتستكمل إجراءاتها قبل الإعلان عنها، كما نحن نحتفل اليوم في إطلاق وإعلان لائحة وسلم الوظائف التعليمية. أعتقد يعني حقيقة أود أن أؤكد وأركز على نقطة مهمة، هذا اليوم حقيقة هو يعتبر محطة تاريخية في مسيرة التعليم، وأعني أن محطة تاريخية إذا فعلا إذا رجعنا إلى بدايات التعليم قبل 95 عام، اليوم نحن حقيقة نبني محطة تاريخية في مسيرة التعليم نحو تمهين مهنة التعليم والانتقال بهذه المهنة المهمة إلى آفاق إن شاء الله تكون أكثر فائدة لأبنائنا وبناتنا في بلدنا الكريم هذا البلد المعطاء.
نقطة أود أن أنوع عنها، أنه بالنسبة للوائح، نحن عندما عملنا على تشكيل أو طلب الموافقة على تشكيل لجنة للبت في اللوائح، هدفنا كان لنا هدفين. الهدف الأول هو اختصار المسار الطويل الذي كانت تمر به يعني كثير من اللوائح في السابق والأنظمة في أثناء مراجعتها وتحديثها. فهذا الوجود أو تشكيل هذه اللجنة وتفويض الصلاحيات من مجلس الوزراء موقر إلى هذه اللجنة للعمل على هذه اللوائح والبت فيها، هذا سوف يختصر لنا كثير من المسافات وكثير من الوقت. الأمر الآخر أنه اللوائح بمجملها هي لوائح لن تكون ثابتة حقيقة. اللوائح ننظر لها بأنها لوائح سوف تخضع إلى المراجعة بعد فترات من فترات التطبيق، نستفيد من ما تم يعني من التجارب الناجحة والجيدة ونعمل على تعزيزها، وإن كان هنالك أي جوانب قصور في أي من تطبيق هذه اللوائح نسعى إلى العمل على تعديلها ومعالجتها. يعني أتمنى إن شاء الله يعني في إطلاق هذه اللائحة اليوم، وأنا متأكد بأن معالي أخي والدكتور معالي وزير التعليم الدكتور حمد وكذلك معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام سوف يتطرقون بشكل أكثر تفصيلا إلى بعض الجوانب الفنية في هذه اللائحة. أشكر لكم حضوركم ومشاركتكم، وأتمنى للجميع إن شاء الله الخير والتوفيق والعون والسداد. شكرا لكم. شكرا لمعالي وزير الخدمة المدنية، المعلمون والمعلمات. توقوا لن يسمعوا كلمة من معالي وزير التعليم بهذه المناسبة الدكتور حمد الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية أود أن أبارك للزملاء والزميلات صدور قرار في منسوبية التعليم، صدور قرار مجلس الوزراء. حقيقة هي محطة تاريخية في تاريخ التعليم، صدور هذا القرار وصدور هذه اللائحة وإقرار هذا السلم للرواتب. وأود في هذا السياق أن أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله على إقرارهم لهذه اللائحة وهذا السلم، ولأن هذا السلم وهذه اللائحة تعد حقيقة نقلة نوعية في منظومة التعليم إلى منظومة أخرى تعتمد على التميز وعلى العطاء وتربط ما بين مستوى أداء المعلم ونواتج التعليم وبين المهنية وبين هذه الرتبة التي سيستحقها. أيضا هي حقيقة ترجمة إلى نقلة نوعية في وظيفة المعلم ووظيفة التعليم من وظيفة عادية إلى مهنة ذات معايير احترافية وذات أيضا مسوغات مختلفة من أجل أن يحصل عليها طالبها. لم تعد فقط وظيفة تؤتى بشهادة، ولكن أصبحت الآن مهنة احترافية. وأن يتم إقرار هذه النقلة النوعية في منظومة التعليم في هذا العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين
وسمو سيدي ولي العهد، وفي عهد رؤية المملكة 2030 لهو أيضا ترجمة للعطاء وللمسيرة إلى الأمام نحو التحول إلى مجتمع طموح إن شاء الله في قادم الأيام. لا يفوتني هنا أيضا أن أشكر، وأنا أتذكر منذ ربما علاقتي بهذه المهنة الشريفة وهي التعليم، علاقتي القريبة بهذه الوزارة التي تعتبر هي المحور الأساسي في صناعة المستقبل لأي وطن، وتعتبر أيضا مهنة التعليم هي الركيزة الأساسية في منظومة التعليم. فمتى ما تم تطوير وأدوات وعناصر أدائها فإن هذا سيؤدي بإذن الله إلى اطمئنان أكبر لأولياء الأمور ولولاة الأمر في أن من تم استئمان أبناءنا وبناتنا إليهم أنهم إن شاء الله يتمتعون الآن بالمهنية وبالمنظومة المتكاملة التي تجعلهم كما يخرجون الطيار وكما يخرجون الطبيب الذي يحتاج إلى تجديد لرخصته وإلى متابعة في تطويره المهني وإلى أيضا استمرار في عملية تقويم مخرجات عملياته، أيضا هو أيضا كمعلم يحتاج إلى هذا إلى هذه المنظومة لكي يكتمل الدور وتكتمل الحلقة من المعلم إلى كافة مخرجاته. في هذا الإطار لا يفوتني إلا أن أشكر أصحاب المعالي أصحاب السمو من الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة العريقة، وأصحاب المعالي أيضا الذين ساهموا في بناء هذه المنظومة وأيضا ساهموا في بناء هذه اللائحة. وأتذكر في عام 1432 عندما أقرت المسودة الأولى وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التعليم آنذاك، ومعالي الدكتور خالد السبتي نائب الوزير آنذاك، ومعالي الأستاذة نورة الفايز نائبة التعليم أيضا آنذاك، وأيضا تعاقبت وربما سبقهم أيضا من ساهم في ذلك، وعقبهم أيضا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبعد ذلك أصحاب المعالي تتابعوا في خدمة إخراج المنظومة، ونحن أيضا نتابع المسير وزملائي من المعلمين والمعلمات وأصحاب السعادة أيضا يتابعون المسير من أجل إكمال حلقة مسيرة التطوير وخطواتها إلى أن نصل إن شاء الله بالوطن إلى مواقع الطموح التي يرغب فيها ولاة الأمر وإلى المكان الذي يستحقه هذا الوطن بين الدول وفي أنحاء العالم. أيضا لا يفوتني أن أشكر أصحاب المعالي حقيقة سواء في وزارة الخدمة المدنية أخي معالي الأستاذ سليمان وزير الخدمة، وأيضا أصحاب المعالي النواب والمساعدين، وأيضا زملائي في هيئة تقويم التعليم لهم خالص الشكر، وأصحاب السعادة الوكلاء، وأيضا أصحاب المعالي حقيقة سواء في اللجان المختلفة في مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية أو في مجلس الوزراء أو اللجنة الدائمة واللجنة المالية الذين ساعدوا حقيقة في استكمال كل المتطلبات الإجرائية والتنفيذية للموافقة على السلم والموافقة واعتماد أيضا اللائحة التي أعتبرها محطة تاريخية في تطوير منظومة التعليم.
وهي ليست كافية ولكنها محطة ضرورية ومحطة تاريخية بدون شك، لأنها تنقل وظيفة التعليم إلى من وظيفة عادية إلى مهنة حقيقة، مهنة في مكانها اللائق وينالها بالخبرة، وتميز بين المجاد والمثابر والمتميز وبين من هو دون ذلك، بين الذي يعطي ويقدم وبين الذي يعتقد أن هذه الرسالة الشريفة أنها مجرد وظيفة. هذه اللائحة وهذا السلم يفرق بين هؤلاء وأولئك. اللائحة طبعا عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة تعمل عليها وزارة التعليم بالتكامل طبعا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. المعلم كما ذكرت هو أهم ركن في أركان تنمية قطاع التعليم، وهذه تعتبر الجزئية الأهم، وطبعا تحتاج إلى عمليات استكمال سواء قواعد التنفيذية ما يخص بأدوات تقويم أداء المعلم، وأيضا الجوانب التطويرية التي الوزارة مستمرة عليها. ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري يعتبر خطوة مهمة جدا في هذه اللائحة. ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم يعتبر معلم من المعالم الرئيسية. كافة المعلمين طبعا سيتم تسكينهم في رتبة معلم ممارس، ولكن أيضا يتطلب عليهم أنه وحتى وإن سكن في هذه الرتبة أن يجددها، ولكي يجدد هذا الاستحقاق يجب عليه أن يقوم بمسوغات لكي يطمئن أولياء الأمور أن أبنائهم وبناتهم تم استئمانهم عند شخص يستحق هذه الشهادة المهنية. اللائحة طبعا تنقل حقيقة التعليم من وظيفة إلى مهنة، وهذه أعتقد شيء يتطلبه أو يطلبه كل معلم مثابر متميز دخل هذه المهنة من أجل رسالة التعليم ومن أجل أن يرى أبناءه وبناتنا وينظر هذا المنتج ويتابعه ويرعاه كما يجب أن يرعاه صاحب الرسالة وصاحب الهدف التربوي. أتطلع طبعا إلى أن يسهم الميدان التعليمي بطرح مقترحاتهم وأفكارهم تجاه القواعد التنفيذية التي سيتم بإذن الله استكمالها، وستكون كل مقترحاتهم محل نظر أعضاء اللجنة والإفادة منها بإذن الله. يعني أنا متأكد بإذن الله أن هذه ستكون حافز لكل المعلمين والمعلمات الجادين في عملهم، ستتيح الفرصة لأن تكون قيادة المدرسة هي قيادة مهنية وليس كما يقال قيادة بالاجتهاد أو بالضرورة، لا، ستصبح لها معايير حتى وإن كانت المكافأة يعني ليست ما نرغب فيه، لأن مكافأة القيادة ربما ننظر إليها أكبر، ولكن على الأقل هذه ستميز بين من يتحمل المسؤولية وبين من أيضا سيتحمل مسؤوليات أكبر. أيضا بالنسبة للوكيل
أو المشرف التربوي، هذه تتيح المجال أيضا للتنافس ولتحمل المسؤوليات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها إن شاء الله في ميزان أولا ولاة الأمر حفظهم الله، الذين منذ عام 1344 وقبل أن يتم توحيد المملكة كانت أول الأشياء التي يتابعها الملك عبد العزيز مؤسس هذا الكيان العظيم وهذه الدولة المباركة كان هو التعليم، وكان يتابع واقع التعليم، وكان لنظرته الحصيفة وولاة الأمر وجميع الملوك بعده بأهمية قطاع التعليم وأهمية دور المعلم في صناعة المستقبل وفي بناء المواطن الصالح، المواطن الذي يعتز بمواطنته وبانتمائه للمملكة العربية السعودية ويعتز بإخلاصه لولاة أمره ويعتز بتاريخه في هذا الوطن ويعتز بدينه وثقافته وبالقيم الحضارية والأدوار التي قام بها هذا الوطن وأبناء هذا الوطن في الحضارة الإسلامية والعربية وفي جميع المجتمعات على مختلف الميادين التي يساهمون فيها. شكرا جزيلا لزملائي المعلمين والمعلمات ودعائي لهم إن شاء الله بالتوفيق والسداد. هذه طبعا حلقة ومنظومة مهمة من منظومة متكاملة إن شاء الله لتطوير التعليم، وجزء من عطاءات هذه الدولة المباركة لقطاع التعليم تبعت أيضا إقرار الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وأيضا التعيينات السخية التي جاءت من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد سواء بنائب للجامعات والبحث العلمي والابتكار أو مساعد للوزارة وإقرار الهيكل التنظيمي، وإن شاء الله سيتبعها إن شاء الله خطوات أخرى، ولكن نحتاج إلى العمل وإلى أن يكون نواتج التعليم تنافسية على مستوى العالم وأن ينافس أبناءنا سواء من ناحية قدراتهم أو مهاراتهم. جميع منظومات إن شاء الله أو مخرجات منظومات التعليم العالمي، لأن ما يقدم إلى التعليم في المملكة العربية السعودية من ناحية الموارد ينافس أحسن الدول في العالم. شكرا لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ومرة أخرى شكرا لقيادة هذا الوطن المعطاء على ما يقدمونه لقطاع التعليم، والسلام عليكم. شكرا معالي وزير التعليم. طبعا سنفتح بعد قليل المجال للإعلاميين والإعلاميات بالسؤال حول ما يتعلق باللائحة، لائحة الوظائف التعليمية وكذلك والسلم، ولكن قبلها ربما هناك تساؤلات للمعلمين والمعلمات عن الرخصة المهنية بعد أن أصبحت أو انتقلت من التعليم من وظيفة إلى مهنة، ودور هي التقويم التعليم والتدريب. أترككم الآن مع الدكتور حسام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، المعلمين والمعلمات. اسمحوا لي بداية أن أبارك للجميع وطنا وقيادة وشعبا بإطلاق هذه اللائحة وسلم الوظائف التعليمية الجديد. حقيقة إنه يوم تاريخي في تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، كما ذكر أصحاب المعالي، في تحول وظيفة المعلم إلى مهنة بمعايير مهنية تنظم ممارسة مهنة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. حقيقة نحن في هيئة تقويم التعليم والتدريب فخورين بالمشاركة في هذا المشروع الوطني الكبير من خلال
إعداد هذه المعايير، المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، وأيضا من خلال مسؤولية الهيئة كجهة مانحة للرخصة المهنية للمعلمين. وتأتي حقيقة أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تقويم التعليم والتدريب في تطوير المعايير المهنية التعليمية وإعداد الاختبارات المهنية للمعلمين، وما ينتج عن هذه الاختبارات من تقارير فردية توضح نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير، وأيضا تطوير نظام تقني للرخص المهنية يستقبل طلبات المتقدمين للحصول على هذه الرخص، وتوفير محتوى إثرائي تعليمي توعوي حول أهمية الرخصة وفائدتها، والتي تتمحور حقيقة أن الرخصة التعليمية هي أداة ابتداء لتحويل هذه المهنة، وكما ذكر أصحاب المعالي تحويلها من وظيفة إلى مهنة بمعاييرها. ما يعطي هذا التحول الشهادة هو هذه الرخصة المهنية للمعلمين. أيضا الرخصة في منحها ابتداء ثم في تجديدها كل فترة وأخرى هي تعطي حافز للتطوير المهني للمعلمين وللتعليم الذاتي، كما أنها تعتبر تطبيق عملي للمعايير المهنية في القطاعات التعليمية المختلفة، وتضمن للمجتمع ولأولياء الأمور وللدولة وللقيادة وجود حد أدنى من المعايير وحد أدنى من الأداء يتوفر في جميع الملتحقين بهذه المهنة العظيمة، مهنة التعليم. حقيقة في هيئة تقويم التعليم والتدريب وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم ومع وزارة الخدمة المدنية تم التنسيق على كما نصت اللائحة بأنه سيتم تسكين جميع المعلمين على رأس العمل في رتبة معلم ممارس، كذلك سيتم منح رخصة معلم ممارس لجميع المعلمين على رأس العمل أو في المرشحين للوظائف التعليمية الذين اجتازوا اختبار كفايات في مرحلة سابقة. أيضا بالنسبة للمعلمين الذين لم يحضروا اختبار كفايات في مرحلة سابقة سيتم إن شاء الله استيعابهم جميعا خلال العام القادم، ابتداء من يعني شهر واحد أو اثنين من بداية العام القادم عندما تأخذ اللائحة حيز التنفيذ، سيتم استيعاب الجميع للحصول على اختبارات الرخصة المهنية بنفس درجات الاجتياز التي كانت محددة سابقا في اختبار الكفايات للمعلمين. أيضا يعني ستعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على يعني تنظيم ونشر لوائح تفصيلية حول ما يتعلق باختبارات تجديد الرخصة أو آليات تجديد الرخصة عموما والمتطلبات الأخرى التي تحتاجها الترقية من رتبة تعليمية معينة إلى رتبة أخرى. جميع ذلك إن شاء الله يعني تم يعني إقراره واعتماده من خلال مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الذي تشارك فيه جميع القطاعات المعنية في وزارة التعليم وفي الوزارات الحكومية الأخرى. حقيقة كما ذكرت في البداية نحن فخورين جدا بهذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يعني يوضح حقيقة مكانة وأهمية التعليم في المملكة العربية السعودية وفي رؤية المملكة 2030، والتي تأتي اللائحة وبما فيها من معايير وإجراءات تجسد حقيقة هذا الاهتمام وتجسد هذا التركيز على الانتقال من الاهتمام بنشر التعليم إلى الاهتمام بجودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته. حقيقة يعني لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في تطوير هذه المعايير المهنية، وهذه المعايير تم تطويرها من خلال كثير من ورش العمل التي ساهم فيها معلمين ومعلمات من الميدان ومشرفين ومشرفات وقيادات تعليمية من مختلف القطاعات. ويأتي حقيقة يعني ذلك تجسيد للتعاون الذي نسعى إليه جميعا بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم كجهة مستقلة داعمة ومساندة لوزارة التعليم، وتقدم المؤشرات والآليات لقياس جودة التعليم ومتابعة تطويره بما يخدم رؤية هذه البلاد. اسمحوا لي مرة أخرى أن أتقدم لكم بالتهنئة على هذا الإنجاز، ونحن فخورين بالمشاركة فيه، وشكرا لكم جميعا.
شكرا لك يا معالي الدكتور حسام. الآن نفتح المجال للزملاء الإعلاميين والإعلاميات للسؤال حول ما يتعلق بلائحة الوظائف التعليمية وكذلك سلم الوظائف التعليمية. تفضل أخ عبد السلام. طبعا نفتح المجال ودي بس نروح يعني نذكر اسم الاسم وكذلك المؤسسة الإعلامية التي ينتمي لها السائل. السلام عليكم، عبد السلام الثميري من صحيفة الاقتصادية. حقيقة أنا أبدأ بما انتهى فيه وزير التعليم أن المعلم يستحق حقيقة بكل شيء. حقيقة المعلم هو من يربي هذا الجيل. حقيقة نبارك للوزارة ووزارة التعليم هذا الإنجاز، وهو يعتبر إنجاز، وهو ما تعودوا منهم المعلمين من أول ما تولى وزير التعليم حقيبة الوزارة. سؤالي بالنسبة للائحة، اللائحة ذكرتم أن هناك معلم خبير 18 حصة دراسية، هناك بدل له لمن يعني من يمسك أكثر من حصة من هذه 18 حصة. طيب هل تم حسبة هذه المبالغ المالية؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للرخصة، متى يبدأ الترخيص للمعلمين؟ وسؤالي وزير الخدمة المدنية، هل سوف تشمل جميع موظفي الدولة؟ شكرا لكم ومبارك هذا الإنجاز. السؤال الأول أعتقد موجه لي. أعتقد القواعد التنفيذية ستضع ذلك، ولكن الآن المعمول به أنه يحاسب المعلم الذي فوق، يعني إذا كلف بأشياء بموجب الساعة أحيانا، لكن الآن المعلم الخبير سيكون له مكافآت مقطوعة أيضا. يعني احنا حطينا أنه الحد الأعلى للراتب الظاهر حوالي 23,000، لكن هو يزيد يصل إلى حوالي 25,000. وطبعا القواعد التنفيذية بإذن الله ستوضح الأمور. احنا حبينا بس يعني أنه أهم شيء الآن أنه حتى من يتم تسكينه في المستوى السادس وهو يستلم مثلا خلينا نقول فوق 25,000 الآن، أيضا سيتم تسكينه المستوى، سيعوض بالضبط نفس التعويض، وستحسب له العلاوة التي يستحقها. يعني لن يتضرر أحد من المعلمين، لن يكون هنالك أي إن شاء الله خفض لأي معلم، إن لم الأصل هو أن يكون هنالك إن شاء الله زيادات لبعضهم، حيث يمكن لا نجد الدرجة المناسبة لهم فيعطى يعني الدرجة التي تليها. تفضل. السؤال الموجه لوزارة الخدمة، هل ينطبق هذا على موظف الخدمة؟ ما المقصود في السؤال تحديدا؟ يوضع لهم رخصة كرخصة المعلم. الآن نحن نعمل مع يعني على مشروع تطوير أو تحديث اللوائح كما ذكرت في وزارات محددة مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية، ولذلك يعني لازلنا إلى الآن في 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 موضوع مراجعة هذه اللوائح. لكن في الغالب الرخص المهنية تمنح إلى يعني الأشخاص كما تطرق أو تطرق أصحاب المعالي إلى يعني المهن التي تتطلب ترخيصا معينا، ذكروا في المقدمة على سبيل المثال الطبيب. الطبيب هو يحصل على رخصة ويعمل على تجديدها بشكل دوري، وفي حال الترقية من مستوى إلى مستوى آخر يجب أن يخضع إلى بعض الامتحانات للحصول على 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 هذه الترقية. كذلك بالنسبة للطيارين كما ذكر، فهنالك مهن تتطلب مثل هذه الرخص. لا أستطيع أن حقيقة أنا أقول لك أنه كافة الوظائف في الخدمة المدنية سوف يكون لها رخص مهنية. جميل. تفضل. أنا بس ودي الأخ السائل يقف بس هو أساس يطلع بس في الكادر يكون واضح سواء. تفضل الأخ عيسى. الأخ عيسى. السلام عليكم. عيسى الحربي صحيفة سبق. توقف بس الله يعافيك.
عشان المصورين. عيسى الحربي صحيفة سبق. مع الوزير تعليم كلنا أمل وثقة في المعلمين والمعلمات بمواكبة هذا التغيير والتطوير إن شاء الله. ولكن مع ظهور مع إعلان اللائحة والسلم ظهر بعض المرجفين إن صح التعبير في التسلق على السلم في تفسيرها في التفسير المناحي القانونية. حتى ظهرتم في رسالة تطمين للوسط التعليمي أن ليس هناك متضرر وأنه سلم خير بإذن الله. ما هو دور الوزارة في التعامل مع هؤلاء؟ سؤالي مع الوزير الخدمة المدنية بخصوص العلاوة، هل سيتم معاملة المعلمين والمعلمات في موضوع العلاوة أسوة ومقارنة بموظفي الدولة؟ شكرا لكم. شكرا يا أخي. بالنسبة لمن يحاول أن يسيء التفسير أو أنه يعني سيكون هنالك جهات لها أغراض تحاول أنه تفسر الإيجابي بسلبي، وهذا في كل يعني للأسف في جهات خارجية، وأحيانا في جهات مع الأسف يعني قد يكون خلينا نقول وهم قلة الحمد لله مضللين أو استمعوا بطريقة خاطئة، وواجبنا إحنا كوزارة وهذا جزء من واجبنا إن إحنا نوضح وننشر اللائحة وننشر السلم ونوضح للجميع إنه والله هذه تعتبر محطة إيجابية وتطوير كبير جدا وفيه إن شاء الله خير أول شيء مهنيا للوطن، أنه الآن كما أنه المعلم الطيار والطبيب مهن راقية وتحتاج إلى شهادات وإلى عملية تجديد وتحديث للمعلومات وأيضا مسار مهني تطويري ومسار أيضا في عملية الراتب والمكافآت، إنه هذه المهنة هي من القوة والاحترام في المجتمع السعودي، مجتمع طموح ووطن طموح، إنه يجب أن تقدر ويجب أن تثمن. لا يمكن إنه المجتمع بينظر إلى معلم يحضر كل يوم لحصته للغد مثل معلم آخر لا يحضر أو يأخذ مثلا تحضيرا جاهزا من جهة أخرى ولا يقوم حتى بمراجعة هذا التحضير لمادته. نحن نعرف أن معلمينا كانوا يحضرون اليوم الذي قبل الدرس لهذا الدرس، وأيضا يأتي ويعطي أبناءه أو تعطي بناتها الطالبات الواجبات ثم يتم جمعها ويتم التصحيح ويتم المراجعة، لأن عملية التعلم أهم من عملية التلقين أو التعليم. لا، لابد أن يكون هنالك ولابد أن المعلم يقوم بعملية التقويم، القياس والتقويم للعمليات التي تتم كل يوم وأحيانا كل على الأقل شيء كل أسبوع، ويتم بعد ذلك عمليات إجراءات التصحيح. هنا نريد أو ننقل المعلم إلى الجانب المهني، جانب العطاء، وأنا واثق إنه أغلبية المعلمين بإذن الله والمعلمات هم من هذا النوع بإذن الله، ومن لا يستطيع أن يكون من هذا النوع سنوفر له البرامج المهنية والتطوير والتدريب بإذن الله لكي نعطيه الفرصة، سنوفر البرامج التدريبية لكي يتجاوز اختبارات الشهادة، وسنوفر له أيضا البرامج التدريبية. يثلج صدري أن البرامج التدريبية اليوم التي تقام من خلال الوزارة
في فترة الصيف وفي فترة إجازة المعلمين والمعلمات المسجلين فيها الآن تجاوز 152,000. يعني إحنا نتكلم عن حوالي يمكن ما يفوق 40% من مجموع المعلمين والمعلمين مسجلين في برامج تدريبية من أجل تطوير ذاتهم وتطوير مساهمتهم في العملية التعليمية. فأنا الحمد لله مطمئن وواثق إن شاء الله، وإذا كان هناك أي معلومات سلبية فثقوا أنها يعني غير صحيحة، وأنه تأتي من مصادر غير موثوقة. أنا وزير التعليم، أنا إن شاء الله سأكون مسؤول أمام الله أمام ولاة الأمر في أنه ما أقوله إن شاء الله هو الصحيح لكم زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات، أن هذه إن شاء الله هي عنصر أساسي وجدا إيجابي، وفيها إن شاء الله وسيتبعها إن شاء الله في الأسابيع القادمة، ولن أقول ما هي إن شاء الله، إن شاء الله أشياء إيجابية أكثر لزملائي وزميلاتي. وإحنا نريد فقط أن يهتموا بأبنائنا وبناتنا، نريد أن نطمئن جميع مواطني المملكة العربية السعودية أولياء الأمور أنه أبنائنا أبنائهم وبناتهم، لأن نحن مستخدمين من أجل خدمة الطلاب والطالبات، جميعنا في وزارة التعليم إحنا مكلفين من ولاة الأمر بأن نكون خدام لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وأن نصل بهم إلى مستوى تنافسي في العالم، وأن نؤهلهم أن يكونوا مواطنين صالحين مخلصين لوطنهم، مخلصين لولاة أمرهم، يتمثلون بقيم هذا الوطن وقيم هذا الدين العظيم، ويتميزون بالوسطية والاعتدال. كل هذه الأمور نستأمن عليها زملائنا وزميلاتنا من المعلمين والمعلمات لكي يصوغوا مستقبل هذا الوطن من خلال عمليات التعليم والعمليات التربوية. شكرا. بالنسبة للسؤال الخاص في العلاوة، سلم الوظائف التعليمية كما تعلم تم اعتماده بقرار من مجلس الوزراء الموقر في 22 من شهر شوال بعد اعتماد لائحة الوظائف التعليمية. السلم حقيقة هو نتاج عمل تجاوز أكثر من سنتين، كان هنالك يعني حقيقة الكثير من المقارنات المعيارية التي تم يعني الاطلاع عليها، خضع إلى العديد من المراجعات كما ذكر معالي أخي الدكتور حمد، مر على كثير من اللجان وتم يعني مراجعته بشكل دقيق. السلم كما نشر يعني اللائحة وسلم الرواتب وسلم الوظائف التعليمية هو منشور اليوم، تجده على موقع الوزارة. العلاوات حددت بشكل واضح ودقيق، فأعتقد أن الإجابة قائمة في يعني نحن نتبنى حقيقة، وهذا توجه حكومتنا الرشيدة أيدها الله اليوم على أنه نحن يعني نكون كافة اللوائح التي نعمل عليها وكافة أنها تكون يعني واضحة وشفافة وتنشر في الحال، وهذا ما تم وهي موجودة على الموقع الإلكتروني بإمكانك الاطلاع عليها. العلاوات محددة وواضحة بشكل دقيق.
شكرا مالي. دكتور حسام عنده تعليق؟ إذا تعليق فقط على السؤال حول متى سيبدأ الترخيص للمعلمين. كما ذكرت سيتم الترخيص لجميع المعلمين الذين تجاوزوا اختبار الكفايات سابقا، وأيضا الذين مرشحين على الوظائف التعليمية من تجاوز اختبار الكفايات سيبدأ منح الرخص لهم إن شاء الله من تاريخ تفعيل هذه اللائحة إن شاء الله بداية العام القادم. اللائحة يبدو لي في 26 ربيع الثاني 1441 تكون دخلت حيز التنفيذ إن شاء الله بإذن الله. ستكون الهيئة جاهزة لصرف الرخص المهنية لجميع من اجتاز اختبار الكفايات كما ذكرت، وأيضا سيبدأ التسجيل قبل هذا التاريخ لاختبار الرخص المهنية لمن لم يحضر اختبار كفايات سابقا إن شاء الله. جميل، نأخذ بعض الأسئلة. تفضل أخوي خالد. أنا بقدر المستطاع يعني نحاول نمر على الأخوان. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا مع الوزراء. أخوكم حسن الدهمان صحيفة عاجل. سؤالي في حال المعلم تجاوز الرخصة المهنية، هل في إمكانية أنه مثلا ما ينتقل للمرتبة التي تليها بحكم محدودية الوظائف، مثل ما يحدث في الوظائف المدنية حاليا أرقام شواغل وكذا؟ السؤال الثاني، هل العلاوه القادمه ستعطى الموظف ثم يسكن على المرتبه التي تكون بالقرب من راتبه، او ما راح يكون في علاوه القادمه للسنه الجديده الهجريه او الميلاديه؟ وشكرا لكم. يبدو لي السؤال يعني يمكن بيني وبين مالي شيء يتعلق بالعلاوه وشيء يتعلق بالتسكين. الاساس أن هذه استحقاق الآن، متى ما استحق المعلم. أول شيء الآن أصبح بإمكانية المعلم أن ينتقل إلى خبير، من ممارس إلى خبير، يمكن في أقل في 9 سنوات أو أقل. لم يعد لديه بحسب مهنيته وبحسب قدرته على تطوير وتنمية نفسه، الآن لم يعد يحتاج إلى والله لابد إلا شهادة عليا، لا، من خلال الاختبار المهني ومن خلال الممارسات المثلى والتقييم الوظيفي من الممكن أن ينتقل إلى رتبة خبير، فهذه أصبحت متاحة. قضية الوظائف هي الآن سيسكن الجميع على ممارس، وكل من يتم ترقيته أو والذي يستحق أيضا سواء متقدم أو خبير سيتم تسكينه، وكل من سيتم استحقاقه للرتبة التي تليها سيتم ترقيته عليها، ولن يحتاج الاستثناء الوحيد إذا لم يستطع التجديد يعطى أيضا فرصة سنتين لعملية التجديد والمحاولة. إذا لم يستطع بعد ذلك فقط أنه ربما يدخل في مسار أنه تتوقف فقط العلاوة، ولكن اللي يستطيع أن يجدد تستمر العلاوة وهكذا. شكرا. العلاوة القادمة لكن معليك العلاوة السنوية قصده في عام 1400، هل هي مرتبطة برقم وظيفة الترقية ولا لا؟ يمكن كان لا في ها لا 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 في 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 الوضع الحالي وحسب ما أعرف أنه ليست مرتبطة بأرقام، أو أنه لا يوجد مثل ما هو موجود حاليا في المستويات. بالنسبة للترقية الأساس اللي مبني عليه، ويمكن يصححني معالي وزير الخدمة، أنه كل الناس سيعطون الترقية أو العلاوة السنوية إذا كانت العلاوة السنوية موجودة للجميع، سواء في عام في بداية السنة من هنا أو من هنا. يعني لو لا قدر الله تأخرت قضية التسكين يوم، في فرق في العلاوة طبعا. احنا ودنا انه والله تصير العلاوة بناء على ان شاء الله نظام الرتب، لكي تكون العلاوة أكبر لكل معلم ومعلمة، وإن شاء الله يوافقوننا وزارة الخدمة أيضا. في هذا اللائحة كما ذكرت وكما ذكر أصحاب المعالي هي بعد 180 يوم من إقرارها.
فلذلك إذا نفاذ اللائحة أوكي كان قبل يعني اعتماد العلاوة السنوية فسوف أكيد تمنح. أما إذا نفاذ اللائحة أتى قبل اعتماد العلاوة السنوية فسوف تمنح وفق نظام السلم الجديد. شكرا لكم. خالد. السلام عليكم. السلام. الله بالخير. خالد الصالح من صحيفة الوطن. أبارك لكم معالي الوزير هذه اللائحة الجديدة. أعانكم الله. سؤالي لمعالي الوزير الخدمة المدنية. أبغى أعيد صياغة سؤال الأستاذ عيسى بصياغة أخرى. المعلمون يتساءلون يقولون أن العلاوة هي حق لجميع موظفي الدولة أقرتها لائحة الحقوق والمزايا المالية عند بداية كل سنة دون شروط أو قيود، فلماذا تم مخالفة ذلك ووضع شروط للحصول عليها؟ سؤالي لوزير التعليم، معالي وزير التعليم، هناك من يسأل إذا كان من يحمل الدبلوم من المعلمين والمعلمات وخبرته مثلا 25 عاما فهل يصبح مساعد معلم؟ فمن هو المعلم الخبير؟ عندي كثير أسئلة بس أبغى أعطي مجال لغيري. شكرا لك. العلاوة السنوية كما ذكرت السلم الذي تم اعتماده خضع إلى كثير من يعني إلى مراجعة طويلة، العمل عليه يعني أكثر من سنتين، عملوا عليه كثير من الزملاء في فترات سابقة، ولكن أعيد بناء هذا السلم وما لحق به من علاوات ومكافآت، يعني عمل تحديث لها وفق ما يعني رأينا بأنه أكثر مناسبة وفقا للمقارنات المعيارية التي اطلعنا عليها سواء محلية أو الدولية. العلاوة السنوية حددت في اللائحة، فإن كنت يعني تسأل تحديدا لماذا لا يمنح أوكي معلم علاوة سنوية إن كان أداؤه متواضع أو أقل من، فهذا أمر حددته اللائحة وحددته بنص صريح، وما أعتقد أنا أنه هنالك رجوع في هذا الأمر، لأنه التركيز حقيقة كما هو بالنسبة للرخص المهنية هو السعي نحو تطوير المعلم، ومن يعمل سوف يحصل على الرخص المهنية التي يعني تمنحه الحق للترقية، ومن يعمل سوف يحصل على العلاوات السنوية المحددة في السلم. طيب هذا جميل معالي الوزير، لكن هل الأمر معمول به في جميع الوزارات؟ أي أنه هل جميع الموظفين في باقي القطاعات يعاملون بمثل هذا الأمر؟ أي أنه الذي يعمل بجهد أقل يمنح لا يحرم من العلاوة السنوية؟ لائحة الموارد البشرية الجديدة حددت ذلك واضح بشكل واضح وإن كانك تطلع عليها. بالنسبة للسؤال اللي ذكره الأخ من عاجل فيما يتعلق بالانتقال من رتبة إلى رتبة، طبعا أبغى أوضح أنه الآن الانتقال من رتبة إلى رتبة لا يحتاج إلى وظيفة شاغرة، لأنه ينتقل برقمه الوظيفي، وهذه أيضا ميزة. فمن الممكن أنه ينتقل من الرتبة متقدم إلى خبير بدون وجود شاغر خبير. ليه؟ لأنه ينتقل برقمه الآن، فتلافينا المشكلة اللي كانت موجودة، وهذا يعد في حد ذاته أيضا تطوير في اللائحة الجديدة وفي السلم الجديد. بالنسبة للسؤال اللي سأله الأستاذ خالد الصالح، الآن في معايير محددة لعملية دخول المهنة، يحتاج إلى شهادة تربوية وأيضا إلى رخصة في مسوغات ثلاثة لكي يدخل في المهنة. اللي موجودين الآن لن يضاروا،
سيسكنون كلهم في وظيفة ممارس، لكن الآن أصبحت هناك اللي بيدخل المهنة لابد له من مسوغات، الذي لا توجد لديه المسوغات يجب عليه أن يحصل على هذه المسوغات. فالدبلوم ربما عندهم في مساعد معلم والوظائف الأخرى، هل ينتقل مثلا، سؤال ثاني، هل ينتقل من معلم إلى أو مساعد معلم إلى معلم ممارس؟ إذا كان عنده شهادة تربوية وحصل على الشهادة الآن يصبح بإمكانه أنه ينتقل إلى رتبة معلم ممارس، وهذه أيضا ميزة إضافية برقمه الوظيفي، برقمه الوظيفي، وهذه ميزة إضافية بالنسبة للائحة. جميل، شكرا جزيلا لكم أصحاب المعالي. طبعا الوقت داهمنا، لكن بالتأكيد هناك الأخوان، أنا وقت داهمني والله، أخذنا فوق الوقت بزيادة، لكن وعدوني سؤال من واحدة من الأخوات على الأقل. طيب طيب تفضلي تفضلي. طيب بس كل طبعا الأخوان في مركز الاتصال سواء في الوزارة الخدمة المدنية وحتى التعليم يرحبون بالأخوان حتى اللي ما يعني ما سعتنا الوقت لاستقبال أسئلتكم. أول شيء أنا بشكر الوزير لأنه أعطانا مساحة أنه نتكلم. أنا دكتور نهد بشطح، رئيس تحرير صحيفة أبعاد. طبعا ما في أي إعلامي يغفل على أنه موضوع الرخصة للمعلم ستساهم بشكل إيجابي جدا في تحسين الصورة الذهنية للتعليم وللمعلم السعودي. هذه نقطة. استكمالا لكلام أحد الزملاء اللي قال أنه في مرجفين أو في مثلا رسائل سلبية وهذا متوقع، أنا وجهة نظري أنه ممكن يعني سؤال لو سمحتي. هذا السؤال على طول. أوكي، السؤال، هل لدى الوزارة استراتيجية إعلامية أنها توصل الرسالة الإعلامية لكل معلم فيما يتعلق بهذه اللائحة؟ يعني اللي بيطلع مثلا على تغريدات أو هاشتاقات تويتر، بعض المعلمين مش فاهمين الموضوع، فهذا اللي أقصده، هل عندكم استراتيجية إعلامية أو تخططون لها؟ شكرا. إن شاء الله في خطة، في خطة إعلامية، وأحد مقومات نجاح أيضا و تفعيل دور اللائحة والسلم هو أن يكون هنالك نشر وتوضيح للمستفيدين من هذه اللائحة وتعريفهم بها وكيفية التطور من خلالها وكيفية الحصول ومساعدتهم أيضا. واجب الوزارة أيضا أن تساعدهم، وسترون إن شاء الله في قادم الأيام رسائل إعلامية توضيحية نتشارك إحنا فيها، لكن هي الآن مجهزة وأعتقد الزملاء يعني سيعملون عليها. وجزء من هذا الدور المؤتمر الصحفي لليوم للقيام بذلك. شكرا جزيلا لكم. الوقت والله داهمني وودي الجميع يسأل، لكن في مجال بعد المؤتمر يعني اللي عنده مسألة إضافية. طيب أنهيت الوقت بس. طيب احتراما للوقت أنهينا المؤتمر، بإمكانك بعد المؤتمر أن تسأل، بإمكانك أن تسأل بعد المؤتمر. شكرا شكرا جزيلا للجميع. بالتأكيد هاللائحة إن شاء الله بارقة أمل وجواز عبور نحو مستقبل تعليمي واعد. وإذا كان أصبح التعليم مهنة، هم كذلك من أعظم المهن، الأطباء والطيارون تخرجوا على يد معلمين ومعلمات. شكرا جزيلا للجميع.